بسم الله الرحمن الرحيم. هنحل في محاضرة 2 اللي هي الحث المتبادل بين ملفين في الفصل الثالث. السؤال 47 بيقول لك: عندما يحدث حث متبادل بين ملفين ويتولد في الملف الثاني قفض الكاف مستحثة بسبب تغير التيار في الملف الأول، وكانت الام اف 2 بتساوي سالب ان دلتا فاي ام باي دلتا تي، فإن الان تمثل. طبعا احنا عارفين لو احنا عندنا ملفين، ده ملف ابتدائي وده ملف ثانوي. ملف الابتدائي بيمر فيه تيار متغير، فبيحصل او بينتج عنه فيض متغير بيقطع الملف الثانوي، فبتتولد في الملف الثانوي ام اف مستحثه بالحث المتبادل ام اف 2 بتساوي سالب ان دلتا فاي ام باي دلتا تي، حيث الان ده هو عدد لفات الملف الثانوي، يبقى ده ان 2، والدلتا فاي ام ده هو التغير في الفيض المغناطيسي اللي بيقطع الملف الثانوي على الدلتا تي، او بيساوي سالب ام، حيث الام ده معامل حث متبادل بين ملفين في الدلتا اي 1 باي دلتا تي في معدل التغير بتاع التيار في الملف الابتدائي. وبالتالي القانون ده ام اف 2 بتساوي سالب ان 2 دلتا فاي ام 2 باي دلتا تي، يبقى الان هنا عدد لفات الملف الثانوي. رقم 48: عند زيادة عدد لفات الملف الثانوي فإن الـ EMF المتولدة به بالحث المتبادل من القانون ده، لما تزود عدد اللفات فأنت عندك هنا الـ EMF 2 هتزيد. رقم 49: ملف ابتدائي متصل بمصدر تيار مستمر وموضوع داخل ملف ثانوي، عند فتح دائرة الملف الابتدائي يتولد في دائرة الملف الثانوي. طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا 6 حالات. لو احنا عندنا الملف الابتدائي ده كان فيه مقاومة متغير هنا، وعندك ادي المصدر بتاعك وفي مفتاح، لما بتقفل المفتاح او ان انت تقلل المقاومة او تقرب الملفين، فانت كده بتزود الفيض المغناطيسي اللي بيقطع الملف الثانوي، وبالتالي هتتولد ام اف مستحثة عكسية. لما بتفتح المفتاح والدائرة كانت مغلقة، فتحت المفتاح زودت المقاومة بعدت الملفين عن بعض، فانت كده بتقلل الفيض المغناطيسي اللي بيقطع الملف الثانوي، فكده بتتولد ام اف مستحثة طردية. هو هنا بيقول لك هنا عند فتح دائرة الملف الابتدائي، فانت بتفتح دائرة الملف الابتدائي بيبدأ الفيض المغناطيسي في التناقص، وبالتالي بتتولد ام اف مستحثة طردية او تيار مستحث طردي، وتيار مستحث طردي لو الدائرة مغلقة يعني. طبعا هتلاقي هنا تيار مستحث عكسي، تيار متردد، تيار مستمر، كل دول غلط. السؤال رقم 50: في الشكل المبين لوحظ مرور تيار كهربي خلال الجلفانومتر من الطرف 2 الى الطرف 1 عند، في الجلفانومتر من الطرف 2 اللي هو ده، من الطرف 2 الى الطرف 1 هنا بقى كده يعني، ده امتى؟ طبعا لو انت بصيت هنا هتلاقي ان التيار بتاعك لو المفتاح ده مغلق فالتيار هيكون كده. ركز معايا كده، التيار هنا في نفس اتجاه التيار هنا، يبقى ده تيار مستحث طردي. لو التيار في عكس الاتجاه يبقى تيار مستحث عكسي. تقدر تجيبها بطريقه ثانيه، انت عندك هنا ده هيبقى نورث وده هيبقى ساوث، وعندك ده نورث وده ساوث، فانت عندك القطبين دول مختلفين، معناه ان هيحصل تجاذب. ده بيحصل تجاذب امتى؟ بيحصل تجاذب في لما تكون الام اف يعني مستحثه طرديه، لان الملف ده بيتولد فيه تيار مستحث طردي عاوز يقرب الملفين بحيث ان هو يزود الفيض. فاحنا هنا بنقول ان الام اف المستحثه طرديه، وبالتالي الطرديه دي بتحصل امتى؟ غلق المفتاح اس لما تغلق المفتاح عكسيه، وبالتالي مش هتنفع. زائد مقاومه الوستات، لما تزود مقاومه الوستات التيار هيقل هنا، وبالتالي ام اف مستحثه طرديه. تقريب الملف بي من الملف اي عكسيه، تقريب الملف اي من الملف بي عكسيه برضو. طبعا انت ملاحظ ان الثلاثه دول بيؤدوا نفس المعنى، وبالتالي لو انت حتى ما انتش عارف اذا كانت طرديه ولا عكسيه، ما ينفعش ان انت تختار واحده من دول، لان اي واحده من دول بتأدي نفس النتيجه بتاعت التانية. رقم 51: حلقتان معدنيتان متحدتا المركز تقعان في نفس المستوى، وكان التيار في الدائره الخارجيه في اتجاه عقارب الساعه يتزايد بمرور الزمن، فان التيار المستحث في الحلقه الداخليه. ركز معايا، انت عندك هنا الحلقتين دول متحدتا المركز والتيار بيتزايد، وبالتالي هيتولد ام اف مستحثه عكسيه، وبالتالي التيار في الدائره او في الملف الثاني هيكون في عكس الاتجاه، وبالتالي هيكون ده في اتجاه عقارب الساعه، يبقى هنا عكس اتجاه عقارب الساعه. انت عندك
التيار في الدائرة الخارجية في اتجاه عقارب الساعة كده، وبالتالي الفيض عموده على الصفحة للداخل وبيتزايد، ده هيعوز يقلله، وبالتالي التيار هيكون في عكس عقارب الساعة بحيث ان هو ينقصه، وبالتالي عكس عقارب الساعة. رقم 52، يمر التيار في ملفين متقاربين لهما نفس المحور وفي نفس الاتجاه، فعند لحظة تباعد الملفين فإن التيار الكهربي المار بكل منهما. لما تبعد الملفين عن بعض فأنت هنا هيتولد إم إف مستحثة طردية في الملفين، وبالتالي التيار فيهم هيزيد في اللحظة دي، وبالتالي هنا يتزايد. طبعا هو هيزداد لحظيا وبعد كده هيقل تاني ويرجع للقيمة الأصلية بتاعته. رقم 53، حلقتان متماثلتان متواجهتان في مستويين متوازيين تحملان تيارا اتجاهه في اتجاه عقارب الساعة، فإذا كانت الحلقات تتقارب من بعضها البعض فإن. انت هنا لما تقرب الحلقتين من بعض فانت هنا هتولد ام اف مستحثة عكسية في كلا الحلقتين، وبالتالي التيار يقل في كل حلقة، هيقل لحظيا لحد ما يثبته، وبعد كده لحد ما يثبت الحلقات، وبعد كده هيرجع تاني التيار لقيمته الأصلية. رقم 54، إذا قلت المقاومة الموضحة بالشكل فإن اتجاه التيار المستحث المتولد في الحلقة المعدنية الصغيرة وكذلك اتجاه المجال الناشئ عن هذا التيار المستحث يكون. بيقول لك هنا إذا قلت المقاومة الموضحة، لما المقاومة دي تقل التيار هنا هيزيد اتجاه التيار الأصلي كده، التيار ده لما يزيد وبالتالي هيتولد هنا ام اف مستحثة عكسية، وتيار مستحث عكسي يعني هيكون عكس الاتجاه بحيث ان هو يقلل الفيض الناتج عن زيادة الفيض ده، وبالتالي اتجاه التيار المستحث هيكون عكس عقارب الساعة، واتجاه المجال العمود على الصفحة للخارج عكس المجال ده، يبقى عكس عقارب الساعة للخارج. السؤال رقم 55، مع ازدياد خطوط الفيض التي تقطع ملف ثانوي تتولد فيه قوة دفع كهربية تأثيرية. بيقول لك هنا ازدياد خطوط الفيض وبالتالي هي تبقى عكسية، ولكن مع تناقص خطوط الفيض التي تقطع نفس الملف تتولد فيه قوة دفع كهربية مستحثة طردية. رقم 56، بيقول لك ملفان متجاوران كما بالرسم عند غلق المفتاح S اللي هو هنا المفروض ده S يعني، فإنه تتولد في الشكل قفد الكاف مستحثة عكسية، يكون شكل المجال في الملف 2. طيب شكل المجال في الملف ده هيكون ازاي؟ ركز معايا كده، انت عندك التيار هنا كده ماشي اللي هو هيبقى نازل لتحت لان ده جاي من ورا، وبالتالي هيبقى كده. لما تغلق هيتولد هنا ام اف مستحثة عكسية، وبالتالي هتكون عكس التيار هنا هيكون عكسه، وبالتالي ده هيبقى نورث وده هيبقى ساوث، وبالتالي الفيض هيبقى كده. بطريقة تانية، انت عندك التيار كده وبالتالي انت عندك التيار كده وبالتالي ده نورث وده ساوث، واحنا هنا بنقول ام اف مستحثة عكسية، وبالتالي ده هيبقى نورث وده ساوث، المجال في الاتنين هيبقى عكس بعضه. تعال نبص كده، هو هنا اول واحد جاي من الساوث والنورث ده صح، ولكن التيار هنا ماله عكسه تقريبا، هو هنا طلع لفوق جاي لتحت، جاي لتحت تمام صح، طلع لفوق غلط، جاي لتحت والمجال غلط، ده غلط، وبالتالي ألف. السؤال رقم 57، ملفان متداخلان وكان عدد لفات الملف الابتدائي 5 لفة يبقى ان واحد، وعدد لفات الملف الثانوي ان 2، والحث المتبادل بينهما ده الام، وعند تبديل التوصيل بحيث يصبح الملف ذو 10 لفات ملف ابتدائي ويصبح الملف ذو 5 لفات ملف ثانوي، فإن الحث المتبادل بينهما يصبح الحث المتبادل بين الملفين بيعتمد على كذا حاجة، بيعتمد على الملفين نفسهم، عندك حجم الملفين، مساحة واجهة كل ملف وطول الملف، وعدد لفات كل من الملفين، والمسافة الفاصلة بين الملفين، ومعامل النفاذية المغناطيسية للوسط اللي موضوع فيه الملفين. ما بتعتمدش على انهي مين اللي بيمر فيه تيار والتاني ما بيمرش، كل ده ملوش لازمه، وبالتالي او يعني ما بيأثرش يعني، وبالتالي
الام بتاعتك مش هتتغير، هتفضل 25 برضو. 58 علاقتان معدنيتان تم وضعهما بالاوضاع ABC كما بالرسم، فان الحث المتبادل بين الملفين طيب هيكون اكبر ما يمكن طبعا في الايه، لان انت عندك الفيض المغناطيسي الناتج عن احد الحلقتين هيقطع يعني معظمه هيقطع الحلقة الاخرى يعني، وبالتالي اكبر ما يمكن في الوضع ايه صح، اكبر ما يمكن في الوضع بيه غلط، اكبر غلط غلط. رقم 59 يبين الشكل المجاور دائرتين متجاورتين، فعند لحظة فتح الدائرة س فإن المصباح بالدائرة ص، لما تفتح الدائرة س ايه اللي هيحصل؟ هتولد هنا ام اف مستحثة طردية، التيار هنا كان كده او كده، وبالتالي ام اف مستحثة طردية هتبقى في نفس الاتجاه كده. ركز معايا كده، انت عندك التيار الاصلي كده، التيار الاصلي في عكس اتجاه التيار المستحث، وبالتالي اضاءة المصباح ده هتقل لان التيار الكلي هيبقى اقل من التيار اللي كان ماشي، وبالتالي هنا تقل اضاءته. السؤال رقم 60 مسائل المحاضرة 2، ملفان متجاوران الحس بينهما 2/10 هنري، تتغير شدة التيار المار في احد الملفين من 5 امبير الى 3 امبير. نفترض ده الملف الابتدائي، عندك ال 5 امبير دي اي 1/1 وال 3 امبير دي اي 1/2 خلال ده الدلتا تي، فان القوة الدفع الكهربية المستحثة المتولدة في الملف الثاني تعويض مباشر ام اف 2 بتساوي سالب ام دلتا اي 1 باي دلتا تي. تاني نحل هنا، انت عندك ال ام اف 2 بتساوي سالب الام ب 2/10 في الدلتا اي 1 اللي هي اي 1/2 اللي هي ب 3 ناقص اي 1/1 اللي هي ب 5 على الدلتا تي اللي هي 1/100. يطلع معاك 2/10 1/100 ب 20، ده هيطلع بالسالب هيروح مع السالب، 20 في 2 هيطلع معاك 40 فولت. السؤال 61 ملفان متجاوران متقابلان، عندما تتغير شدة التيار في أحدهما من 4 أمبير إلى 0، يبقى ده أي 1/1 وده أي 1/2 خلال ده دلتا تي، تتولد إم إف مستحثة مقدارها ده الإم إف 2، فإن معامل الحث المتبادل بين ملفين نفس القانون ام اف 2 بتساوي سالب ام دلتا اي 1 باي دلتا تي. هو هنا بيقول لك تتولد ام اف مستحثه مقدارها، وبالتالي هنا انت بتتعامل مع مقادير، فالسالب ده ثبت منه، الدلتا اي 1 انت هتجيب هنا مقدار التغير في التيار، والام اف 2 هتجيب مقدارها يعني هتعوض بمقدارها يعني، فهتجيب الام على طول، وبالتالي الام بيساوي ام اف 2 على دلتا اي 1 على دلتا تي، حيث ده معدل التغير في التيار كمقدار وده الـ EMF كمقدار برضه. هو قايل لك ان الـ EMF 2 ب 40 والـ I 1 بيتغير من 4 ل 0، يبقى مقدار التغير 4 امبير على الدلتا تي اللي هي 1/100، فده هيطلع معاك بكام؟ هيطلع معاك ده 4/10 على 4 اللي هي 1/10. رقم 62 ملفان متجاوران x و y، عدد لفاتهما ده ان x وده ان y، اذا مر تيار شدته 7 امبير ده ال i x ينتج عنه فيض في الملف x ده ال phi m x وفيض ده ال phi m y، فان معامل حث متبادل بين الملفين. ركز معايا، انت عندك القانون ده بيقول لك ام اف 2 بتساوي سالب ام دلتا اي 1 على دلتا تي، او بتساوي سالب ان 2 دلتا فاي ام 2 على دلتا تي، فانت عندك وفي نفس الوقت عارفين ان الام اف ده حث متبادل وده ام اف 2 او ام اف وخلاص حث ذاتي بقى هنا بيساوي سالب ال دلتا اي على دلتا تي،
وهنا هيدخل حس ذاتي. لا ما طلبش حس ذاتي، هو هنا لسه حس متبادل. اوكي سيبك من ده. المهم هو هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انت عندك ال ان اكس بتساوي 700 لفه، وال ان واي بتساوي 2000 لفه، وعندك الاي اكس بيساوي 7 امبير. فناتج فيض مغناطيسي فاي ام اكس بتساوي 9 في 10 اس سالب 9 او سالب 4 اوفر، والفاي ام واي بتساوي 2.5 في 10 اس سالب 4 اوفر. المهم عندك لما كان بيمر التيار ده نشأ فيض مغناطيسي ده. طيب لو التيار بقى صفر، اف اي اكس ايكوال صفر، ايه اللي هيحصل؟ الفيض ده هيبقى بصفر وده هيبقى بصفر، وبالتالي لو انا جاي اعوض هنا في القانون ده، انا بقول هنا ان الاي ام اف 2 بتساوي سالب ام دلتا اي 1 باي دلتا تي، او بتساوي سالب ان 2 دلتا فاي ام 2 باي دلتا تي. لو انت شلت الدلتا تي مع الدلتا تي، شلت السالب مع السالب، هيطلع معاك ان الام الدلتا اي 1 بتساوي الان دلتا فاي ام 2. احنا هنا بنقول لو التيار ب7 فهيتولد الفيض ده والفيض ده. طب لو التيار بصفر، الفيض اللي بيقطع الملف اكس هيبقى بصفر، والفيض اللي بيقطع الملف واي هيبقى بصفر. وبالتالي لو التيار في التيار كمقدار من 7 ل0، او الدلتا فاي الدلتا اي اكس بتساوي 7، فالدلتا فاي ام 2 هتبقى هي نفسها الفاي ام 2 ناقص 0 كمقدار. بمعنى ان انا هنا ام في الاي 1 1 مثلا كمقدار ناقص الاي 1 2 بيساوي ان 2 فاي ام 2 2 ناقص فاي ام 2 1. فانت عندك التيار ده كان بيولد الفيض ده، خليها 2 برضو زي ما احنا عاملينها، 1 2 ناقص 1 1. التيار ده كان بيولد الفيض ده، والتيار ده كان بيولد الفيض ده. لو احدى التيارين بصفر، فالفيض المقابل ليه هيبقى بصفر. خلاص الموضوع اللي انا عايز اوصله لك ان الام دلتا اي 1 بتساوي ان 2 دلتا فاي ام 2 هي نفسها الام اي 1 بتساوي ان 2 فاي ام 2، بس لازم يكون التيار ده هو اللي بيولد الفيض ده بس. فاحنا هنا عايزين معامل حس المتبادل بين الملفين اللي هو الام. وهنا عندنا هنا المعلومات ان التيار كان ماشي في الاكس، يبقى ده هو الملف الابتدائي، والواي هو الملف الثانوي. يبقى انت عندك هنا الام بتساوي الواي هو الملف الثانوي، يبقى ده ان واي وده واي وده اكس. الان واي ب 2000 في الدلتا فاي ام واي ب 2.5 في 10 سالب 4 على الاي اكس اللي هي ب7، هيطلع معاك 3 اصفار، هيطلع 2 من 10 في 2.5 على 7، هيطلع معاك 7 من 100. رقم ب بيقول لك متوسط الـ EMF في الملف Y عندما ينعدم التيار في ملف X خلال 3 من 10 ثانية. ده الدلتا T ينعدم التيار في الـ X يعني بقى بصفر، وبالتالي هتعوض في أي قانون من القوانين اللي احنا بنتعامل معاهم. انت عندك الـ EMF 2 أو هنا خلاها Y بتساوي سالب ان واي دلتا فاي ام واي على دلتا تي، او ان انت سالب ام دلتا اي 1 على دلتا تي. فده هيساوي، احنا هنا بنقول عايزين المتوسط لما ينعدم التيار. زي ما قلنا التيار كان بيمشي كان بيتولد فاي ام في الملف واي، التيار انعدم فينعدم الفيض، وبالتالي مقدار التغير في الفاي ام الناتج عن هيكون ناتج عن مقدار التغير في التيار. وبالتالي احنا هنا كمقدار بغض النظر عن الاشاره، ال ان واي ب 2000 في
الدلتا فاي ام واي هي نفسها الفاي ام واي، لان لما انعدم التيار ما بقاش في فيلد، وبالتالي ده 2.5 × 10^4. الدلتا تي 3/10، وبالتالي ده هيساوي 2/10 × 2.5 برضو، لكن هنا على 3/10 هيطلع معاك 1.67. السؤال رقم 63، ملف روم كورف بغض النظر اسمه ايه مالكش دعوة، مكون من ملفين ابتدائي وثانوي، ده اللي يهمنا. عدد لفات ملفي الابتدائي ده لان واحد يمر به تيار كهربي شدته ده الاي واحد، وقلب الملف مصنوع من الحديد طوله ده ال، وقطره ده نسميه دي، ومعامل نفاذيته ده الميو. اذا انقطع التيار في الملف الابتدائي انقطع التيار يعني بقى بصفر في زمن ده الدلتا تي، فان احنا عندنا هنا ال N1 بتساوي 200 لفة، وكان بيمر فيه تيار I1 بتساوي 4 أمبير، وقلب الملف قال لك إن ال L بتساوي 1/10 متر اللي هي 10 سنتي، والديامتر بتساوي 3.5 سنتي، والنفاذية الميو بتساوي 2/1000 ويبر على أمبير في متر، وانقطع التيار يعني بدل ما كان I1 ب4 أمبير بقى بصفر. طبعا لما ينقطع التيار هينقطع الفيض اللي بيقطع ملف السنوي، وبيقول لك هنا انقطع خلال زمن دلتا تي بتساوي 1/100 ثانية. وعايزين الاي ام اف المتولدة في الملف السنوي اذا كانت عدد لفاته ال N2 بتساوي 10^5 لفة. نحل السؤال ده ازاي؟ ركز معايا، القانون الاساسي بتاعنا هو هنا ما قالكش الفيض اللي بيقطع الملف السنوي بكام، فانت هتعمل ايه؟ القانون الاساسي بتاعك اي ام اف 2، وما اعطاكش الام بكام برضو. القانون الاساسي الاي ام اف 2 بتساوي ايه؟ سالب ام دلتا فاي ام 2 على دلتا تي، او بتساوي سالب ان سوري، او بتساوي سالب ام دلتا اي 1 باي دلتا تي. انا عندي هنا التيار اتغير من 4 ل0 خلال زمن 1/100 ثانية، ولكن ما عنديش الام. طيب نفس الفكرة، أنا عندي ال N2 والدلتا تي بس ما عنديش الفاي ام 2، طب أعمل إيه؟ مش أنا عارف إن طالما الملفين ملفوفين فوق بعض يبقى المساحة بتاعت الملف التاني هي هي المساحة بتاعت الملف الأول تقريبا يعني، لأن أنت هنا لازم تتعامل كده. المهم فأنا عندي هنا الدلتا فاي ام 2 هي بتساوي ايه؟ بتساوي مساحة الملف التاني اللي هي نفسها مساحة وجه الملف الأول في الدلتا بي 1 اللي هو التجاور في كثافة الفيل الناشئ عن مرور التيار في الملف الابتدائي. طيب الدلتا بي 1 ده عبارة عن ايه؟ أنا عارف إن البي الناتج عن مرور تيار كهربي في ملف لولبي بتساوي الميو في الأي في الإن على الإل، وبالتالي ده هيبقى ايه زي ما هو؟ ده الدلتا بي 1 هي نفسها ميو في ال N1 في الدلتا I1 على ال L1. طبعا هنا الملفين ملفين حوالين بعض، وبالتالي برضو الطول بتاعهم هتفترض ان هو واحد. بعد كده تعمل ايه؟ بعد كده هتيجي تعوض في القانون ده، يبقى ال EMF2 بتساوي سالب N2 اي ميو ان 1 دلتا اي 1 على ال 1 وادي الدلتا تي. هتكتشف حاجه مهمه، هي ان ده ان 2 في ان 1 في ميو في الاي على ال 1، ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن الام اللي هو القانون ده يعني، وبالتالي تقدر ان انت تجيب الام مباشره من القانون ده. الام بتساوي ميو في الان 1 في الان 2 في الاي، هي المفروض ان هي A2، ولكن هنا ال A2 وال A1 هما الاتنين زي بعض على ال L، وده برضو هو هنا L1 ولكن برضو الاتنين زي بعض. طبعا احنا قلنا ان الام
ما بيختلفش على مين اللي بيمر فيه التيار، وبالتالي المفروض ان الايه ده هو الايه المشترك والال ده هو الال المشترك، تمام كده. وطبعا الال المشترك هو الايه بتاع الصغير، والال المشترك هيبقى الال بتاع الصغير برضو، لان انت عندك زي ما قلت لك مش هتفرق التيار ماشي في انهو، وبالتالي ده ميو في الان 1 في الان 2 في الايه على الال، والايه والال دول الطول و مساحة الوجه المشترك. فاحنا هنا هنيجي هنجيب الام على طول بقى، او ان احنا نعوض هنا مباشرة في القانون ده، ميو باتنين من الف في الان 1 ب200 في الان 2 ب10^5 في الايه، اعطيك هنا القطر ب3.5 سنتي، واحنا عارفين ان مساحة الوجه بتساوي باي على 4 دي تربيع اللي هي نفسها باي ار تربيع، يا اما تجيب نصف القطر وتعوض هنا، يا اما تسيب القطر زي ما هو وتعوض هنا. فده باي على 4 يدي هنا 3.5 × 10^2 تربيع، كل ده مقسوم على ال اللي هي 1/10. الغلط او نسينا في الكوس، هيطلع معاك الرقم ده اللي هو تقريبا 385. نيجي بعد كده بعد ما جبنا الام، هو هنا اعطيك لو اعطاك الباي بتاعته 14/100 هيطلع معاك 385 بدون ما تقرب على ما اعتقد يعني. المهم بعد كده هنعوض بقى في او نضرب في دلتا اي 1 باي دلتا تي. فانت عندك هنا الام اف 2 على طول بتساوي كمقدار 3.85، عندك المقدار التغير في التيار من 4 ل 0 تبقى 4 على الدلتا تي اللي هي 1/100، هيطلع معاك هيطلع معاك الرقم ده اللي هو هنا عامله ماشي. لو انت جبت دول هنا وقربت هتطلع معاك 154/1010^6 فولت، ومعامل الحاسة طبعا جبناه. اخر سؤال معانا في الجزء ده بيقول لك لحظة غلط المفتاح في الدائرة عين اللي هي دي، كما بالشكل المجاور يتغير الفيض المغناطيسي الذي يجتذب قلب الحديد بمعدل، ويتغير التيار في الدائرة الملف عين بمعدل، يبقى ده الدلتا فاي ام ماشي اللي بيجتذب قلب الحديدي اللي هو نفسه بيقطع الملف التاني ده، ويتغير التيار في الدائرة الملف عين ده الدلتا اي 1 باي دلتا تي وده بقى دلتتي. ما مقدار معامل الحاسة المتبادل بين دائرتي ملفين عين وصاد؟ احنا لسه قايلينها انت عندك ام دلتا اي بتساوي ان ام دلتا اي 1 بتساوي ان 2 دلتا فاي ام 2، وبالتالي على طول هنعوض هنا، عندك الام في الدلتا اي 1 على دلتا تي بتساوي الان دلتا فاي ام 2 على دلتا تي. الام هنا احنا عايزين نجيبها في الدلتا اي 1 بدلتا تي اللي هي 15 بيساوي الان 2 ده 8 في الدلتا فاي ام 2 اللي هي 6/10^4، وبالتالي على طول الام بتساوي
8 في 6 ب 48 في 10 صيغة 4 15. هيطلع معاك 3.2 من 10 في 10 صيغة 4. طيب هو طبعا مش جايب لك كده، هو عاوزها بالملي، هتضرب في 10 أس 3 عشان تحولها للملي، هيطلع معاك 32 من 100. بس كده احنا كده خلصنا المحاضرة 2. ان شاء الله في الفيديو الجاي هناخد محاضرة 3. اتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم.